قال من سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم أن المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية سيناقش في اجتماعه 92 المقرر يوم غد الأحد بمملكة البحرين مدى إمكانية تنظيم دورة الألعاب الخليجية الثالثة المزمع أن تستضيفها البلاد في موعدها من 9 إلى 19 من يناير المقبل أو التأجيل لموعد آخر خلال عام 2022 في ضوء المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.